الآن مشاهدينا الكرام ينضم إلينا السيد عثمان المرغني المحلل السياسي من الخرطوم بشأن استكمال خارطة الطريق بالسودان ودور المصري في دعم التحول الديمقراطي في المرحلة الانتقالية التي يخوضها السودان لتأسيس دولة وطنية تجمع كافة مكونات المشهد السياسي والاجتماعي. تحية لك سيد عثمان المرغني. أولا أريد أن أتوقف مع حضرتك على تقييمك للمرحلة التي وصلت إليها حتى اللحظة خارطة الطريق في السودان. نعم، يعني هناك لا تزال أزمة سياسية بين المكونات التي الموجودة الآن في المشهد السياسي، المكونات المدنية من جهة، هناك أزمة بينية داخلية بين هذه المكونات، وهناك أزمة بين هذه المكونات المدنية المجتمعة مع المكون العسكري السلطة، ونتج عنها أيضا استقطاب داخل المكون العسكري حول المواقف السياسية للمكونات المدنية. فأصبح هناك أيضا أزمة أخرى بين المكونين العسكريين ومثلا في القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. كل ذلك شكل في النهاية مشهد فيه كثير جدا من الارتباك، والذي يجب أن يحل بصورة ناعمة وبصورة يمكن أن تكون مجال توافق بين الأطراف حتى يمكن الوصول إلى حل دائم للأزمة السياسية بصورة كاملة، والوصول إلى مرحلة تكوين هياكل القوة، لأنه منذ أكثر من عام ونصف حتى الآن ليس هناك حكومة تنفيذية، وكثير من مؤسسات الدولة خاصة التشريعية وغيرها غائبة تماما، مما أثر كثيرا على أداء الدولة السودانية وأثر بالتالي على المواطن السوداني. هذا المشهد ككل في النهاية أعتقد في الأسابيع الأخيرة دخل في منظومة العملية السياسية التي ترعاها الآلية الثلاثية الدولية وتيسر أعمالها، وكانت هناك محاولة للوصول إلى توافق بين جميع الأطراف السياسية لتوقيع اتفاق سياسي شامل. هذا الاتفاق السياسي يؤدي إلى صياغة دستور انتقالي بناء عليه تتكون مؤسسات الدولة، وحدد لذلك مواقيت معينة كان المفروض أن تنتهي بعد يومين، يعني في يوم 11 من أبريل كان يفترض أن تتكون الحكومة، لكن كل تلك المواعيد لم يوفى بها لخلافات نتجت في اللحظات الأخيرة لم تسمح بتوقيع الاتفاق السياسي الشامل الذي كان يفترض أن يوقع في الأول من أبريل الماضي. بطبيعة الحال نتمنى أن يحدث ذلك قريبا للسودان الشقيق. شكرا جزيلا السيد عثمان المرغني المحلل السياسي متحدثا إلينا من السودان. شكرا جزيلا لحضرتك.